السلام عليكم ورحمة الله وبركاته أعزائي الطلاب، أرحب بكم ودرس جديد من دروس مقرر الأحياء العامة العملي. إن شاء الله بنستعرض اليوم درس التنوع في الكائنات الحية. طبعا نظرا للتنوع الهائل في أعداد الكائنات الحية وأنواعها، قسمت هذه الكائنات إلى 5 ممالك، هي مملكة المنيرة اللي هو بيطلق عليها مملكة البكتيريا، مملكة الطلائعيات، مملكة الفطريات، المملكة النباتية، والمملكة الحيوانية. إن شاء الله اليوم هنبدأ نتكلم على مملكة المنيرة أو مملكة البكتيريا. أهم ما يميز هذه المملكة عدم وجود أنوية حقيقية، عشان كده بنجد إن الدي إن إيه أو المادة الوراثية بتكون سابحة في السيتوبلازم ومختلطة مع محتويات السيتوبلازم زي ما احنا شايفين في الموديل أو النموذج ده. كده هنا مجسم للخلية البكتيرية بيوضح لي إزاي الدي إن إيه موجود في سيتوبلازم الخلية. طبعا مملكة المنيرة أو مملكة البكتيريا بتقسم إلى مجموعتين، مجموعة البكتيريا ومجموعة البكتيريا المزرقة أو السيانوبكتيريا. هنبدأ نتكلم على البكتيريا. طبعا البكتيريا عبارة عن كائنات بدائية النواة، زي ما قلنا من شوية مفيش غلاف نووي، المادة الوراثية موجودة في السيتوبلازم، كائنات غير ذاتية التغذية لعدم وجود بلاستيدات خضراء، أغلب هذه الكائنات عضوي التغذية. تحت المجهر ممكن أميز الخلايا البكتيرية إلى 3 أشكال. في عندي الشكل الكروي، يعني الخلايا بتبقى واخدة أشكال كروية، يعني الخلايا بتكون واخدة شكل كروي اللي احنا بنسميها الكوكساي. في عندنا الشكل العصوي، بتكون واخدة الخلايا شكل عصوي احنا بنسميها الباسيلاي. وفي النوع الثالث أو الشكل الثالث اللي هي الخلايا اللولبية اللي بتبقى واخدة الشكل ده اللي احنا بنسميها السبيرلم. يبقى دي 3 أشكال من أشكال الخلايا البكتيرية كما تبدو تحت المجهر، اللي هي الكوكساي أو الكروية والباسيلاي أو العصوية والسبيرلم أو اللولبية. طيب المجموعة الثانية من مملكة البكتيريا هي مجموعة البكتيريا المزرقة أو بيطلق عليها السيانوبكتيريا. هناخد مثال عليها، كائن النوستوك. طبعا النوستوك ده كائن بيعيش في المية العذبة الراكدة أو على اليابسة في المناطق الرطبة، بيبقى عبارة عن خيوط كثيرة جدا متجمعة مع بعضها في صورة كتل جيلاتينية. الخلايا اللي بتكون هذا الكائن بتكون واخدة الشكل البرميلي وملتصقة مع بعض فيما يشبه العقل، زي ما احنا شايفين كده في الشريحة المجهرية دي. دي خيوط كثيرة جدا والخلايا بتكون متصلة مع بعضها فيما يشبه العقد كده. طبعا من أهم المميزات هنا اللي هو لا يوجد أنوية محددة، يعني بدائي النواة، وأيضا بيتميز بوجود الحويصلات المتباينة اللي هي بتحصر فيما بينها الهرموجونات اللي هي وسيلة من وسائل التكاثر الخضري. طبعا زي احنا شايفيننا في الشريحة المجهرية، ادي الحويصلات المتباينة اللي هي بتبقى واخدة الشكل الشفاف ده. طبعا ايضا بتوجد خلايا موجودة في الخيط بيطلق عليها الخلايا الجرثومية الساكنة، ودي ايضا وسيلة من وسائل التكاثر، يعني لما الظروف بتتغير حوالين الطحلب، الظروف البيئية طبعا، ممكن الخلايا الخضرية بتموت وتظل الخلايا الجرثومية الساكنة دي موجودة في البيئة او في التربة، تظل ساكنة حتى تتحسن الظروف البيئية وتنبت هذه الخلايا وتبدأ تعطيني خيط جديد. طيب هنتوقف عند هذا الحد وإن شاء الله نستكمل في الجزء التالي.